السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معلش عشان صوتي تعبني شويه، عندي شويه برد. متشكره جدا على كل اللي سأل عليا. فيديو النهارده ان شاء الله عن مشاكل الشعر والبشره وحلول المشاكل اللي بتقابلنا في البشره والشعر. هو الفيديو طويل شويه بس هيعجبكم باذن الله. بتمنى ان انتم تتابعوه للاخر، واسيبكم بقى مع الفيديو. اول مشكله والاكبر والاعظم هي مشكله الشعر وتساقط الشعر. طبعا الشعر وتساقط الشعر انه نحن هذا الشيء طبيعي، انه كل شعر حيتساقط. ما في شعر هلا تقول لك وحده انا شعري ما بيتساقط، لانه هو طبيعي. طب هقول لك حاجه، خلينا نقول الاربع مشاكل الاول وبعدين نفسر في مشكله مشكله عشان الناس تبقى عارفه احنا هنتكلم على ايه النهارده. عن اول شيء تساقط الشعر، والمشكله الثانيه عن تصبغات الجلد او البشره، والمشكله الثالثه عن الهالات السوداء، والمشكله الرابعه عن العنايه بالبشره اللي فيها حبوب وبثور. طيب تمام، خلينا بقى نبدا بالشعر. المشكله اللي كانت الابرز زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما كانت دايما الاسئله بتجيلنا، انا شعري بيقع، انا شعري خفيف او تقلل، كان سميك وصار خفيف، كان مثلا تقيل وبقى خفيف وكده. فالاول نتكلم على تساقط الشعر، اسبابه ايه؟ هلا تساقط الشعر اللي نحن لازم نعرفه كلياتنا، ويكون يعني حتى اعلم المشاهدين ايش اللي المفروض يعملوه لما بتحسي انه شعرك عم يتساقط بالحد غير الطبيعي. يعني الحد 50 عش 100 شعره هذا حد طبيعي، ومفروض نحن نرتاح لانه حتتعوض. يعني ما في داعي نوتر نفسنا ونوتر نفسيتنا بسبب انه نحن تساقط شعرنا كثير. بس لو حسينا انه الشعر صار عم يتح بكل مكان وخلص صار فوق الحد الطبيعي، المفروض نحن يكون عندنا يعني هون وقفه، يعني انه نعرف انه ايش السبب اللي بلش الشعر فيه يتساقط بهذه الكميات الهائله. اول نقطه انه نحن لازم نكون يعني نحط تقريبا نراقب تصرفاتنا، نراقب نفسنا ايش عم يصير معنا. احيانا بسلوك والتغذيه هي السبب، واحيانا بيكون في عندنا مؤشر لخلل داخلي نحن مو عارفين ايش هو. فنحن دائما لازم انه يعني اذا كانت عباره عن 20 شعره ولا 30 شعره هي شيء طبيعي جدا في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. بس نحن لازم نحط في بالنا ما في شيء اسمه علاج سحري لايقاف التساقط تماما، لانه هي طبيعه شعر، يعني هي دوره الشعره، انه حتيجي وقت حتسقط هاي الشعره لانه خلصت دوره الحياه تبعها وحيجي بداله شعر ثاني. بس انه نحن اذا الحد كبير هو هون اللي نحن لازم نفكر ايش لازم نعمل، هذا اللي يبدا يقلق بقى، اللي بيخلينا الواحد يكون عنده فعلا قلق. اول شغله انه نحن لازم نكون عم ناخذ السلوكيات التمام بالشعر، اللي هي انه الشعر محتاج الى تهويه، الشعر محتاج الى مساج، الشعر محتاج الى انه ينفرد ما يضل ملفوف دائما، الشعر محتاج انه دائما تتحرك الدوره الدمويه تبعه باتجاهات متعاكسه. نحن دائما مثلا انه بنربط شعرنا عادي بطريقه معينه، لا اتركي الشعر مفلوت. يعني دائما بيسالون الدحكه والدين حصان والضفيره، انت لو لاحظتي رسميه لو لاحظتي هون، لانه الشعره بتحب تاخذ يعني التنفس تبعها يكون على كل انواع الشعره. نحن دائما شعورنا مربوطه، دائما شعورنا ملفوفه، فدائما نحن لازم نعرف انه الشعر محتاج الى مساج بالنقطه الاهم، محتاج الى تهويه بالنقطه الثانيه. مو قصدي انه تشيلوا الحجابات، لا، يعني انه انت لبستي الحجاب اعطيه بعدين بقدر معين، زمن معين، انه الشعر يكون يعني مفروض ومتهوى في البيت بقى يتهوى براحته. عندك كمان الشيء الثاني انه نحن اللي لازم ننتبه له، انه نحن لما نستخدم المي السخنه على الشعر نعرف انه الشعر انفتحت المسامات تبعيته. فدائما انه استخدامنا للمي السخنه لازم يكون بالمقابل نهايته انه يكون في مي بارد نسكر المسام. تمشيط الشعر ما بيصير بعد الحمام مباشره، الشعر رطب قبل الحمام، مشط الشعر سلكي علشان بعد الحمام ينشف بطبيعته، حتى لو استخدمتي هواء ساخن بس لا تجر الشعر ولا انك تقسي عليه. دائما نحن غسلنا للشعر، غسلنا ونحن شايلين تقل الشعر لورا، فبصير انحلال من الفت من الامام. حاولي دائما تغسلي شعرك، وخصوصا اذا حسيتي انه بدا الشعر ينحل من الفت من الامام، اغسلي شعرك بطريقه معاكسه، مره لتحت مره على الجنب، يعني حاولي تنشطي الدوره الدمويه بغسيل الشعر. هاي السلوكيات، هاي النقاط كلها السلوكيات اللي قلتي عليها، وهي نقطة خروج البنات. تعرف بنات الجامعة، الناس اللي بتشتغل ممكن تخرج فترات طويلة، بتتروح في بعض البنات هتقولك أنا ممكن أقعد 10-12 ساعة برا البيت وشعري مربوط ولبسة طبعا حجابي، لما برجع عايزة بقى أعوض النقص اللي ممكن يكون الشعر اتعرض له بسبب أن أنا طول النهار لكن عايزة بقى أعوض لما أرجع في البيت، أعمل إيه؟ لما ترجع على البيت اول شيء انه هي لما بدها تلبس الحجاب لا تلبس الحجاب باللبس المعتاد اليومي دائما دائما، انه مربوط لورا،
احيانا اربطيه على طرف، يعني حاولي تاخدي النص لهيك وتربطيه احيانا الشعر نفسه. ايه حاولي انه يكون مثلا ربطتين، يكون ربطه واحده لفوق ربطه لتحت، يعني نوعي دائما خلي الشعر ما يتعلم على روتين معين، فالمكان اللي دائما مسحوب منه الشعر بيكون خلص صار فيه خمول. النقطه الثانيه انه لما ترجعي حاولي دائما تفكي الشعر تتركيه هو مفلوت مفروض، يعني حاولي تحطي له تنشطيه فورا بمي ورد، ترشيه بمي ورد حتى يتنشط تتنشط المسامات البصيلات، يعني يصير في انتعاش المي ورد المبرد او المثلج بيكون كثير كويس لينشط ويعطي تنشيطه للشعر. غير هيك كل شوي دخلي اصابعك اعملي مساج بسيط لمده ثواني، بيكون انت هيك اعطيتي تهويه للشعر وبطل الشعر يعني حتى يتخلص من الروتين ساعات الدوام. حتى انه انت لما بتنامي حاولي تنامي هو مفروض. في بعض الستات يعني بيعتبروا هذا الشيء يعني كثير ما بيقدروا او شيء، بس انه لو انا عودت الشعر ينفرد لانه ساعات الليل ساعات تنفس الشعر والبشره. طب وبعض الناس بتقول لك انا لو سبت مفروض هتقومي تلاقي امنا الغوله، يعني الشعر هيبقى قد كده وشكلي هيبقى صعب جدا صح. يعني ولو متجوزه ممكن جوزي يقول يا ماما مين دي اللي قاعده جنبي. فبتقول لك انا بحب انام وهو مربوط، ففي نصيحه معينه للناس اللي بتحب تنام لا تربطيه كثير، لا تربطه كثير، لا تربطه بقساوه، تتركه يعني انه اوكي لفيتي يعني حاولتي انك تضميه على بعضه بس بشكل مرخي، ما انه يكون مربوط مزبوط كانه يعني خلص صلب على الاخير، لا انه رخي حتى ما يكون انه يعني منفوش او في مشاكل هاي نقطة السلوكيات اللي أنا عم بحكي عنها، اللي كل أغلب البنات يعني إنه يشوفوا نفسهم يتابعوا نفسهم هل سلوكياتهم مع شعرهم صح؟ بنيجي على النقطة الثانية، بنيجي على التغذية، التغذية ترى مهمة جدا، يعني لازم نحن نعرف انه نحن ايش اللي عم ناكله خلال اليوم كلياته، هل عم ننوع في اكلنا؟ هل اكلنا فيه بروتينات؟ هل اكلنا فيه اوميجا 3؟ هل اكلنا فيه يعني نعتمد بالاكل على انه نركز على الحبوب، فاصوليا والحمص والبقوليات هذه كلياتها مهمه جدا للشعر. الاسماك كثير مهمه للشعر. شرب المي والفيتامين سي يعني الحمضيات والفواكه كثير مهمه للشعر طبعا، وغذاء الشعر الاول والاخير هي الخضره الخضراء. الخضره مثل الجرجير، البصل الاخضر، البقدونس، الكرفس، الكرومب، هي البروكلي، هي الخضره الخضراء كثير مهمه للشعر جدا جدا مهمه، يعني نحن حتى لو كل يوم اكلنا صحن خضره او صحن في سلطه بيكون لنفسنا المحتاجه شعرنا، يعني الغذاء الداخلي لشعرنا فيها نسبه عاليه من الحديد وبالتالي بتقوي بصيله الشعر. وحتى عندك فيتامينات، اذا كنتي انت عندك مثلا اكلات الزنك وما زنك وهي اذا ما موجود عندك وحسيتي شعرك وبصيلاتك عم بتخف، مو غلط تروحي على دكتوره تاخذي فيتامينات الزنك او فيتامينات البيوتين، لانه هي بتدعم نواقص اللي انت ما عم تقدري تعوضي الشعر فيها او تعطيها للشعر. الشيء الثالث انه احنا لازم يكون سوائلنا مغطيه، يعني يكون عندنا سوائلنا مضبوطه سواء بالصيف او بالشتاء، الشتاء نحن ما بنشعر بالعطش فنحن دائما بنهمل كثير المي، المفروض المي تكون شيء اساسي جدا، لانه الترطيب الداخلي اهم من كثير من اي خلطه راح احكيها خارجيه. الجلد حيمتص منا 10% للخلطه الخارجيه، بينما من الداخل حياخذ 90%، فليش نحن نترك ال 90% ونركض ورا ال 10%؟ نجي على النقطة الرابعة، انه نحن إذا حسينا في عنا تساقط فوق الحد الطبيعي وفوق ملفت جدا، سواء نحن بنستحم أو نحن ونايمين أو نحن وقاعدين والشعر بكتكت هون وهون ودائما بإيدينا طالع، هون حد انه أنت لازم تروحي تشوفي تحليل الدم. إيش هي التحاليل المطلوبة أنك أنت تعرفيها علشان تعرفي سبب تساقط شعرك؟ حنبلش أول شيء بتحليل السي بي سي اللي هو التحليل الشامل للدم، حنعرف مدى الهيموغلوبين، نسبة الهيموغلوبين عندنا، حنعرف الحديد، مدى قوة الحديد، مدى ترابطه، مخازن الحديد مليانة ولا لا، نسبة الحديد الموجودة في الدم، على أساسها نحن بنعرف هل نحن محتاجين من الصيدليه ناخذ حديد او الدكتوره توصف لنا على يعني دواء معين للحديد، او انه نسبه بسيطه نحن بنقدر نعوضها من الاغذيه في البيت. طيب نسبه كام هحتاج كده ان انا اخذ مكمل غذائي؟ على حسب والله كل حدا، يعني في نسب معينه، فانت على حسب الدكتوره ما توصف لك، انت بس تاخذي التحليل الطبي تبعيت اللي هي بتوصف تروحي على الدكتوره بتبين لك، او اساسا ببين عندك بيكتبوا لك باي تحليل طبي
كتبوا لك نورمال على طرف، النورمال للرجال نورمال للنساء بتلاقيه مكتوب على طرف. صحيح. انت بتشوفي نسبتك وبتقارنيه مع النورمال النسبه الموجوده على الطرف اليمين من ورقه التحليل. اذا كانت نسبه طبيعيه انت لحالك امشي على بيتك بدون ما تدخلي دكتوره ابدا، كانت النسبه اقل او بسيطه انت حاولي تعوضي. انا حكيت كثير مشروبات لتعوضك على نقص الحديد. مثل مشروبات كويس الحاجات الطبيعيه، لانه ناس كثير بتخاف من الفيتامينز والحاجات الصناعيه دي، لان بتقول لك بتفتح الشهيه وبالتالي بتزود الوزن، فانا عايزه امشي مع حاجه ما تزودش وزن. وفعلا هي انا دائما بوصف الطبيعي اكثر من انك تاخذي ادويه من الصيدليه، لانه ادويه الصيدليه الا ما يكون في نسبه من السموم تمشي على الكبد وتوقف على الكبد. فنحن ما بدنا، فنحن دائما بنحاول اذا كانت نسبنا بسيطه نحاول نعوض، نشرب مشروبات تحاول انه تعوضنا هاي النسبه البسيطه من الحديد. عندك هاي الخضروات الخضراء هاي كثير بترفع نسبه الحديد، عندك البنجر السكري كثير بيرفع نسبه الحديد، في مأكولات جدا عالية بالحديد بتعطيك إياه، حتى البقوليات بذر الكتان، البقوليات هي الحبوب الموجودة كلياتها هي بتعطيك الحديد بشكل طبيعي. وفعلا والكبدة، يعني الكبدة كتير طيبة يعني، ولا السبانغ ولا كلها بسيطة على فكرة وما أنا غالية جدا يعني. خضرة هاي لو إنك رحت اشتريت الحزمة، حزمة مصر، حزمة جرجير، حزمة جرجير أو حزمة يعني بسيطة فلوس، يعني نحن نشتريها بأقل الفلوس، هي بالخضرة بتكون أرخص بدل ما نروح ندفع قد كده في علاج الشعر لما يبدأ يتساقط. يعني هو اللي رح تروحي تشتريه من الصيدلية حيكون أدبان مدبلة من اللي حتشتريه وتأخذيه وتشربيه بشكل طبيعي، بيكون له فوائد للشعر وللجسم بشكل عام. بس احنا دايما بنستسهل، بنحب ناخد هو دايما قرص كده وسلام عليكم بدل ما نقعد نمشي على روتين يوم. طيب حضرتك كده اتكلمتي على اسباب تساقط الشعر، قلتي ممكن يكون السبب بسبب بعض السلوكيات او بسبب التغذية نفسها او ودي او بسبب الجسم، وبالتالي بنروح نعمل فحوصات. هل في اسباب ثانيه؟ بنجي على الفحوصات اللي انا عم بحكي عنها. هلا انا حطيت فحوص الاول السي بي سي، الفحص الثاني اللي فينا نساويه واللي حسينا انه نحن الدم عندنا تمام، بنروح على فحص الغده الدرقيه، لانه الغده الدرقيه اذا كان فيها نشاط كبير او نشاط او خمول بيؤدي الى تساقط الشعر، واول شيء ببين على تساقط الشعر وعلى السمنه او الضعف الكثير. فنحن بنروح على الغده الدرقيه وبنشوف في عندنا خلل فيها، اذا في خلل بالغده الدرقيه لازمنا دكتور اكيد مليون بالالف يعني. حتى الخلطات الطبيعيه ما حتجيب نتيجه. نجي على النقطة رقم ثلاثة اللي هو نحن نروح نفحص الهرمونات ومدى اضطراب الهرمونات عندنا، لأنه عندنا هرمون الذكورة إذا كان موجود بشكل كبير بيسوي إنه عندنا مش يعني شعر بأماكن مختلفة وقلة شعر بأماكن شعر الرأس. فنحن بنروح نفحص هرمون التستوستيرون. نجي على بنفحص كمان فحص الأخير اللي هو بيكون على مدى وجود تركيز الفيتامينات، هل نقص فيتامين د موجود، بي 12 موجود يعني نسبته تمام، الزنك، هاي القصص اخر احتمالات بتكون. فنحن لو انه عوضنا باكل صحي مضبوط ومتوازن ما حنحتاج انه نفحص فيتاميناتنا ولا نعرف اذا بدنا ناخذ اقراص ولا براشم ولا بدنا ناخذ شيء من الصيدليه. فنحن عندنا هاي الفحوصات وهي التحاليل هي اهم نقطه. لما بتشوفي انه شعرك عم يتساقط وعندك مشاكل اخرى جماليه بوجهك مثل هالات او انه تصبغات، اعرفي انه احنا لازم نروح نسوي فحص دم بشكل نظامي. نروح نسوي فحص الدم قبل ما نستخدم الخلطات الطبيعيه. الخلطات الطبيعيه لما بتحسي انه ما جابت معك نتيجه اعرفي انه في خلل كبير داخلي ما عم يستجيب الجلد، الجلد هو بيمتص منا مثل ما حكيت نسبة بسيطة وليس نسبة كبيرة. نحن مثل ما متفكرين انه بمجرد ما حطينا هاي الخلطة الطبيعية على المكان المفروض انه سحر ينشف ويخف كلياته. في عندي نقطة كمان لازم احكيها بتساقط الشعر واللي هي وراثة التساقط عند الذكور او الاناث. عند الاناث بتكون خفة كثير كبيرة في تساقط يعني في الشعر لدرجة انه ما في صلع بس انه قريب من الصلع. وعند الرجال بيكون خفه بتبلش من بعد العشرينات، وكثير من الشباب عم بيعانوا بيكتبوا لي على الفيسبوك، فلازم يعرفوا اذا كان في عندهم عد صلع وراثي في العيله انه هن معرضين لهذا الصلع. فنحن ممكن تشوفيه مثلا في اول العشرينات تلاقيه ما شاء الله شعره تقيل جدا، ولما تيجي تشوفيه مثلا على اخر الثلاثينات او في اول الثلاثينات تقولي ده مين ده؟ سبحان الله واحد تاني.
بنحل الشعر وبتساقط كله، في بيوراتن في الموضوع. فنحن لازم انه يا اما اول نقطه انه نبلش بخاخات المينوكسيل اللي بحكي عنها. بخاخات المينوكسيل بتخفف من تساقط الشعر، يعني ما راح تعدمها، يعني ما راح توقفها توقيف كامل، لكن انه اذا كان حيطلع التساقط من 26 27 28 بتخلي له بعد ال 35 مثلا، وفي عندك نسب معينه من بخاخات المينوكسيل. بعدين النقطه الثانيه، لانه النصايح قبل ما انه تبلش انه تبين الصلعه تماما، في عندهم كمان اذا اضطروا انه خلص انه التساقط كثير كبير، طبعا هي نصائح للذكور وليست للاناث، انه يلجأوا لانه ياخذوا حقن البلازما من نفس الجسم، بتكون مركزه على الاماكن اللي فيها تساقط شعر، او انه ياخذوا حقن الميزوثيرابي لانه بتحرض البصيلات انه تنتج وما بتخليها تخمل وتبلش تاخذ تدخل السكون تبع الصلع. طب في النقطه دي تحديدا الناس بتخاف قوي، حته انه حد هياخد مني عينه دم ويرجع يحقنها لي في وشي ولا يحقنها لي في شعري بالذات، يعني بتبقى مقلقه بالنسبه لناس كتير. فهل ليها اضرار الميزوثيرابي او حتى البلازما؟ ما في لها اي اضرار، بس الوجع اللي خلال الوقت لانه مكان صلب وعم ينحط فيه ابر، ما في اي اضرار بالعكس. وبتضل البي ار بي كثير اللي هي البلازما كثير يعني امنه، لانه هي دم يركز وبيتاخذ منه بدون ما يكون جايبي لك عينات من برا او اشياءات من برا. والميزوثيرابي هلا اثبت وجود، يعني اثبت له نجاحات كثير كبيره، لانه عم بيركزوا فيه الكالسيوم والزنك والقصص اللي محتاجه الشعر، فيتامينات اضافيه، فبتلاقي انه التركيزات هاي كلها عم يعطوها للشعر. فهو بس هي عباره عن تاخير للصلع، يعني هي مو الغاء تام يعني للموضوع انه حيصير في صلع وراثي، هذا شيء مجبورين فيه لانه الجينات هيك. فنحن من أخر الصلع للي بيحتاج انه يسوي شيء يعني انه سريع. في عندك كمان انه اخر احتماليه هي بوصل لعندها هي زراعه الشعر مثل ما حكينا. انا فاكره زمان حضرتك لو احنا بنتكلم على الديرمالول، لو تفتكري قلتي ان برضو الديرمالول ممكن تستخدم للشعر، وبرضو ممكن تقلل من عمليه التساقط، وممكن تعمل تنبيت للشعر او بتقله شويه. فازاي نفس الفكره يعني لو احنا نحكي على مثلا انه عم ياخذ ابر من فروة الراس، إذا هي الإبر عم تكون موضوعية، عم ناخذ شيء من الجسم شامل كامل، عم نحطه بمكان موضوعي علشان يعطي التأثير الكبير، فنحن لما بنيجي على جهاز الديرمارول وبنسوي قنوات صغيرة بنفتحها وبنحاول نحط أي فيتامين أو أي زيوت موجودة معنا بنحطها، بصير سرعة بالجلد لتشرب الخلطة أو الزيت الموجود أو الفيتامين، فبيكون كمان إلى فوائد كثير كبيرة. بس نسبة الديرمارول إنه الإبرة بتكون بسيطة، بينما الإبر اللي بتحقن فيها البلازما أو البي آر بي بتكون أعمق نوعا ما على مستوى الجلد. هذا الفرق بيناتهم. بس إنه كمان الديرمارول بكتير كتير إلى فوائد كتير حلوة لتساقط الشعر وللصلع الموجود يعني بداية الصلع. طيب الناس بقى اللي عايزة يحصل لها وقاية قبل ما يحصل أي مشكلة، وقبل ما نقول العلاج عايزين نعمل أصلا وقاية من أي تساقط شعر، نعمل إيه؟ أول نقطة إنه نحن الشعر خلال 45 يوم كل 45 يوم لازم يقص منه حتى لو سنتيم واحد. النقطة الثانية إنه الشعر محتاج يوميا مساج، وإذا نسينا المساج يوم ما في مشكلة، بس إنه يوميا مساج حتى لو ما في ولا بإيدك إشي، بس بناشف مساج ناشف، تحريك الدورة الدموية، تنفيس الشعر يكون ياخذ يعني يتنفس الشعر وياخذ اكسجينه كامل، يعني يتنفس مزبوط. الشيء الرابع انه نحن نحافظ انه ما ننام بزيت على شعرنا. الشعر اذا دهنتيه في الزيت هو عم بيتنفس بالليل، ومجرد ما نحط الزيت احيانا بيكون يعني فوق الحد المطلوب او فوق الحد، فاحيانا النسبه بتكون كثير عاليه بيخنق البصيلات، بدل ما يساعد بيكون استاقط اكثر. بس نسبه كبيره جدا من الشعوب العربيه هتقول لك انا بضطر ان انا استخدم زيت لان شعري مثلا بيهيش وبيبقى شكله صعب جدا، فبضطر استخدم حاجه تنيم الشعر شويه، هل في بديل عن الزيت؟ لا، معهم بدهم يستخدموا الزيت بالليل ونهار، بيحطوه دائما لا يقربوه على فروه الراس. على الشعر حطوا على الشعر، اذا عنده مشكله الهيجان ما في مشكله، حطي سيرم حطي زيت حطي اللي بدك اياه، بس اتركي فروه الراس تتنفس طبيعي، ما في داعي تعبي فروه الراس زيت وبعدين تنامي وضلوا شي يومين الى ثلاث ايام وتقولي بعدين شعري بتساقط. حطي الزيت على الشعره العاديه، محتاجه الشعره العاديه اللي فيها هيشان وفيها تقصف وفيها قصص، حطي لها زيت بس لا تقربيه على فروه الراس. اتركي فروه الراس تتنفس طبيعي. النقطة الرابعة انه مراقبة الغذاء، انه دائما نحن نركز على غذائنا تركيزات كبيرة وناخذ الأغذية المطلوبة
ونشرب السوائل لأنه الشعر محتاج سوائل محتاج ترطيب. استخدام البلسم بعد الشامبو كتير مهم وخصوصا للشعر الهايج جدا جدا لأنه البلسم فيه ترطيب عالي وبيحتفظ بهاي الرطوبة فترة طويلة بعد الحمام، يعني بيضلوا معك يومين ثلاثة الشعر بيكون أهدى من لما بتستخدمي الشامبو بس وكوني يعني جربت الشعر من الزيوت ومن كل شيء وما أعطيتي ترطيب فحيهيش زيادة. طيب في البلسم البعض بيقول لو البلسم تم استخدامه بطريقة بيجيب نتائج عكسيه وممكن يؤدي اصلا لتساقط شعر، فازاي استخدم البلسم بطريقه صحيحه؟ البلسم لا يوضع على فروه الراس، يوضع على الشعر فقط. فيعني وضع البلسم لمده دقيقتين الى خمس دقائق داخل يعني اثناء الاستحمام بكفي بعد الشامبو. بعد الشامبو المهم انه هو فيه ترطيب، يعني اللي جردناه من الشعر من الزيوت الطبيعيه تبعيه الشعر والاوساخ وكل شيء عالق بالشعر اللي مو شايفينه او اللي موجود او اللي داهنينه، البلسم بعدين بعد ما نجرد الشعر بالشامبو بنحاول نرطبه ونتركه الرطب لانه يعني بعدين عشان يبطل يهيش يعني يخف هيشان الشعر. والشيء السادس اللي بدي احكيه كمان انه لازم تنشيف الشعر يكون بطريقه لينه. ازاي بقى؟ لينه. احنا بنطلع معصبين شعرنا بالفوطه ونفضل بقى نفرك فيه يمين ونفرك فيه شمال عشان ينشف كويس وكل ده بالفوطه، هل ده صح ولا على فكره انه الفرك الشعر باليمين وبالشمال هو اللي بيخلي الشعر يجي زياده. طبطبي الشعر بالمنشفه عادي، خدي يمين يسار تحت فوق عادي، طبطبي طبطبه وبعدين يعني خليه يتنفس شوي شوي، يعني لا تطلعي من جو الحار فجاه تصفيه بجو بارد خاصه جداً. احنا في الشتاء يعني حاولي انه شوي شوي تنفسي لحد ما انك توصلي للجو اللي انت فيه، بعدين تعطيه شويه هواء وسط ليس حار ولا بارد، هذا هواء دافي بحيث تنشفيه من بعيد ما يكون قريب كثير تمسكيه على فروه الراس، يكون بينك وبينه اقلها شيء 30 سنتيم وانت عم تعطي الهواء للشعر. وبعدين بالنهايه انه اذا حسيتي انه مانك حابه تحطي هواء حطي بونيه قطن على شعرك بعد ما انك انت تلفيه بطريقه صح، حطي بونيه قطن خلي القطن يمتص الرطوبه بطريقه بدون ما يترك لك لا شحنات سالبه في الشعر ولا يترك لك تقصف في الشعر، القطن والشعر بيتصالحوا مع بعض يعني بيتزقوا. لو تحطي شيء بلاستيك او شيء نايلوني او شيء بيصير فيه شحنات سالبه جدا بتلاقي الشعر بكهرب وبنفس الوقت بضله يتقصف. هاي الوقايه تقريبا بيكون هيك انت عم تعطي شعرك. بعدين بنيجي للنقطه اللي نحن كلياتنا بنحب نسمعها مستنيينها بالضبط اللي هي الخلطات الطبيعية والماسكات الطبيعية والأشياء الخارجية. الحاجات اللي أعملها عشان أعالج بها مشكلة التساقط أيا كانت بقى تساقط كثيف أو قليل بس تكون زي ما عودتينا خلطات موجودة من البيت. من البيت يعني أبسط الخلطات اللي لازم كل بنت تسويها حتى لو مرة في الشهر اللي هي زيت الزيتون الدافي مع الثوم. يعني رح تقولوا لي الريحه وما ريحه والوصفه دي ريحتها بشعه جدا وبتفضل في الشعر على فكره يا دكتوره. هي اكثر الوصفات اللي بتخفف تساقط الشعر حتى لو جلسه واحده في الشهر تسويها اي ست لانه حتلاقي النتيجه كثير حلوه. يعني حتعطيها نتيجه كثير رائعه. الثوم مع زيت الزيتون الدافي بيخلي الشعر يوقف تساقطه نوعا ما او بيخفف من تساقط الشعر وبيعطي تغذيه شامله للشعر. طب اللي متجوزه هتتطلق كده فتعمل ايه عشان تفضلش ريحه الثوم في شعرها؟ مش معقوله يعني. لازم تستخدم بعدين انه تستخدم اول شيء انه تحط البن مع الشامبو داخل الحمام، ثاني شيء تكون الشامبو يكون ريحته طيبه وكويسه. كل الخلطه هاي ما تنحط اكثر من 20 دقيقه. اقصى حاجه 20 دقيقة. 20 دقيقه فقط بكفي انه هاي جلسه لانه تكون الشعر يخف من تساقطه. في ناس بتنام بيها. لا لا غلط على فكره غلط جدا. عندك كمان من الاشياء اللي بتخفف تساقط الشعر عندك زيت النعناع، عندك زيت القرنفل بخفف من تساقط الشعر، عندك البصل وميه البصل كثير بتخفف من التساقط، كمان نفس الفكره تبعيت الثوم فينا نحن نستخدم انه بعد اثناء الغسيل انه نستخدم مع الشامبو البن القهوه لانه بتخفف من ريحه الشعر. طب ميه البصل قولي لي نستخدمها ازاي؟ عشان لو تفتكري كانت في واحده بعتت عايزه تسال حضرتك اعمل ايه وشعري بيقع فانت قلتي لي قولي لها ميه بصل، اول ما قلت لها ميه بصل قالت لي ايه ميه بصل استخدم ازاي ميه البصل؟ لانه منفشه يعني الخلطه بيبين اذا استخدمتيها بيبين انه وقف التساقط والبصل فيه اللي بيخلي الشعره كلياتها توقف تتماسك يعني اكثر ما انه تضلها تمشي يعني وتتساقط. ميه البصل هو برش البصل وبعدين نحط شويه مي عليه ناخذ المي يعني خلاصه البصل الموجوده نضيف لها شويه مي سائل بسيط ونصفيها ناخذها ونغسل فيها فروه الراس قبل الاستحمام ب 20 دقيقه. هاي هي الخلطه بس يعني نفس زيت الزيتون والثوم او نفس حمامات الكريم ثلث ساعه وبعدين بنغسل الشعر. بنغسل الشعر مشان ما يضل يعلق بالشعره الذاتي، احنا ما بدنا الشعره يكون عليها خلطه،
نحن عم نحكي هلا خلطات لتساقط الشعر يعني فروة الراس فقط. في إمكانها تجمع بين خلطتين يعني تسوي حمام زيت للشعر وتسوي على فروة الراس مغذي اللي هو توقيف التساقط. يعني تحط ممكن تحط الوصفة دي بس على فروة الراس. على فروة الراس فقط. مش شرط تحطها على الشعر كله. مو على الشعر كله يعني حتى الزيت الزيتون والثوم فيها تحطه بس على فروة الراس تترك الشعر الباقي يا اما تحط له زيت ثاني يا اما تحط له خلطة كريم حمام كريم عادية بيكون هيك صار في خلطتين مع بعض. طيب حكيتها كده قلتي كم وصفة كده قلتي مثلا 3-4 وصفات زيت القرنفل زيت النعناع وقلتي بس مية البصل وزيت الزيتون بالثوم. يعني هاي وصفات بسيطة موجودة معانا فينا نستخدمها دائما انه توقف لنا. في عندك انا كمان وصفات ثانية للي ما بيحب الزيوت واللي ما بيحب باب الريح المطيبة. وفي ناس كمان شعرها بيبقى دهني دهني جدا. فلما بتستخدم الزيوت دي بتبص تلاقي شعرها دهن اكتر ولزق في بعضه وبيعمل تراب بسرعة. عندك اللي شعره دهني هدول نحن عم نقصدهم بالبخاخات اللي شعره دهني واللي شعره بيكون يعني نوعا ما اول يومين تمام بعد يومين بصير يزيت زياده كمان هذا مختلط او واصل لمرحله الدهنيه كمان حتى لو كان هايش من تحت الدهنيه هون غير اللي تحت. فنحن بنوصف لهم وصفات ثانيه اللي هي عباره عن سوائل تغسل فيها فروه الراس قبل الحمام فيكون من السوائل اللي حكيت عنها بخاخ الصدر بخاخ الترمس بخاخ او عصير البنجر السكري نفسه. عندك تغسلي فروة راسك بمية الرز كتير كويسة اول شيء بتخفف من دهون الشعر وبتخفف من التساقط وبنفس الوقت بتعطيكي كثافة وتطويل. مية الرز بتقول انها كمان بتفرد وبتفرد عشان الشعر عشان فيها نسبة نشا فمية الرز كتير كويسة انه فترة بسيطة حاولي دائما مية الرز تكون بقنينة معك او علبة تحطيها على جنب دائما تغسلي فيها فروة راسك قبل ما تتحمم ما بدها شيء يعني هي شغلة بسيطة جدا فبتلاقي انه الشعر كتير صار له فوائد يعني اعطتك فوائد كتير كويسة. طيب ممتاز. طيب عايزين ندخل بعد كده بقى على التصبغات احنا كده خلصنا الشعر بكل وقاية والعلاجات البسيطة والتحاليل المطلوبة. لو عايزين ندخل بقى ونتكلم على تصبغات البشرة. تصبغات البشرة ممكن تكون موجودة في أماكن مختلفة ويمكن حضرتك لسه ذاكرة في خضم كلامك انه لو في مشكلة تساقط مع تصبغات يبقى كده لازم يبقى في تحليل. ونشوف المشكلة في ايه بالظبط. فكلمينا عن التصبغات مكان كل تصبغ معناه ايه؟ هلا بالنسبة للتصبغات اللي صاير عندنا نحن دائما بيجيني أسئلة انه حول الفم عندي تصبغات تحت الأبط عندي تصبغات عندي تصبغات بيكون في مثلا فوجي في أماكن أغمق من أماكن رقبتي لونها غير يعني رقبتي لونها غير الوش غير الوش. عندي تصبغات بإيدي غير باقي جسمي يعني غير مثلا غير الجسم باقي عندي تصبغات بأماكن مختلفة الركب مثلا عندي فهي كلياتها كمان في إلى عدة نقاط معينة. أول شيء سلوكيات رقم اثنين انه نحن في شيء عندنا نواقص رقم ثلاثة انه نحن اذا كانت بشكل حد فوق الحد الطبيعي او واصلة لمرحلة السواد فنحن لازم نكون عندنا مشكلة داخلية. رح نيجي اول شيء اول نقطة في تصبغات بيبقى سببها الكلف بتاع الحمل الكلف مثلا واحدة تعودت وبعدين القشره نفسها السودا دي او الحمراء بعد ما اتشالت عملت مكانها لون غامق شويه فحاجات زي كده بتبقى مالهاش علاقه ان هي في مشكله داخليه مو مشكله داخليه. فلحتى استخدامك لازاله الشعر الواكس الشمع الحامل احيانا اذا شلنا بيكون حرق بيكون ترك اماكن متصبغه بدها فتره طويله لبين ما حتى يروح لونها. التصبغات الجلد اول شيء بدنا نعرف انه نحن في عندنا اشياء كثيره لازم يعني تكون نحن حاطينها ببالنا او نراقب نفسنا فيها. اول نقطه انه نحن لازم الشمس ما تتعرض لبشرتنا بشكل كثير كبير. حتى لو كانت ان احنا عم نستخدم كريمات مثلا او كريم اساس حتى الفونديشن اللي بنستخدمه اذا ما كان في له نسبه حمايه من اشعه الشمس احتمال كبير اذا كانت ساعات الدوام طويله انه يتفاعل الفونديشن مع اشعه الشمس مع البشره يساوي تصبغ بدل ما يساوي وقايه الشمس. فمعظم الفونديشن دلوقتي بيبقى مكتوب محطوط فيه اس بي اف على الاقل 15 لكن اعتقد فاكره كزمان يعني كنت عملت حلقه على الموضوع ده واتكلمتي الاس بي اف كل ساعتين يتجدد على البشره اللي هو واقي الشمس اللي هو بنشتريه على حسب نوع البشره من الصيدليه. ذاكره مظبوط صح كده المنهج. بالنسبة لواقي الشمس انه كويس يتجدد بالبشرة انه كل ساعتين مثل ما حكيتي بس اذا كان حاطين نحن واقي شمس وحاطين فوق
منه كريم اساس فيه نسبه اس بي اف حتى لو 15%، نحن عاطين وقايه من الشمس، انه خلص احنا عاطين حصن حصين من الشمس انه ما يتفاعل، ما يصير في تفاعل. النقطه الثانيه انه نحن مثلا انه بنهمل بعض الاماكن، يعني هلا مثلا البشره لما بيصير فيها تصبغات نحن عارفين يعني ارتكازاتنا اللي كثير على اماكن معينه، مثلا اسمرار في اسمرار، عدم تركيزنا، عدم يعني مثلا انه عدم عنايتنا لمناطق معينه مثل الرقبه والابطات كمان بتترك، خصوصا اذا كانت اماكن فيها تعرق وبصير فيه نسبه من الرطوبه اللي مية بالمية حيكون في تصبغات بالجلد، فنحن دائما لازم يكون في تهويه ويكون في تنظيف دائما للاماكن هاي كلها. في ناس مش بتنشف مثلا بعد الاستحمام، ودائما استخدام القطن بهي القصص، دائما اذا حسيتي انه نحن عندنا مثلا عم بصير عندي تصبغات المكان هذا حاولي تحميه بالقطن، القطن بيوقف هاي القصص تبعت التصبغات او انشاء بيئه للبكتيريا او بيئه جراثيم او تلوثها. دائما نحن لازم يكون بمأكولاتنا مضادات اكسده. انا سويت حلقه عن مضادات الاكسده، صحيح. لازم يكون في بمأكولاتنا مضادات اكسده، مضادات الاكسده جدا مفيده لانه ما تخلي ولا خليه من الجسم وين ما كان منشوره كامله انه تتاكسد، بس تتاكسد الخليه يعني معناتها انه اختفت اكسجين واجى ثاني اكسيد صار لونها غامق. يعني الاكسده بقى اللي هي مضادات الاخضر، الشاي الاخضر، عندك الليمون، عندك البنجر السكري، عندك حتى لو كانت فيتامينات سي البرتقال، الفراوله، الجوافه، هي العصاير هي كلياتها حتى لو اكلناها كفاكهه ثمار كامله هي كلها مضادات اكسده عاليه. والحاجات كمان اللي بتسود مش دي برضو بيبقى فيها نسبه مضادات الاكسده؟ زي الموز مثلا، البتنجان، لا هي بنشوفك كيف بيتاكسد كمان. في مضادات اكسده عاليه جدا، بس يعني هلا مثلا بتفتحي برتقاله او تفاحه بتتركيها بس دقيقتين بترجع بتلاقيها مسوده عشان تعرفي قديش مضاد الاكسده. التفاح انه حتى نحن كبشره كجسم انه مباشره حنتاكسد لانه الهواء ملوث، فحيصير عندنا تاكسد بالخلايا، فعلشان هيك نحن لازم ناخذ دائما مضادات اكسده، مضادات الاكسده بتحمينا من الداخل اي مكان يكون فيه تصبغات. فعشان هيك هي شغله نقطه مهمه، والنقطه الثانيه انه نحن لازم دائما نعتني بهذه الاماكن، ننشفها مثل ما حكيتي ونقشرها وبعدين نستخدم لاي خلطه. طيب نشفها فاهمه ازاي؟ تقشير الاماكن هاي يعني مثلا حول الفم، لما بتجيني سؤال انه انا حول الفم عندي اغمقاق او لون غامق، احنا دائما حول الفم نركز انه كل يومين نقشر المكان هذا، نقشر المكان هذا بليمون وزيت وملح او بليمون وزيت وسكر او بكربونات الصوديوم مع الليمون، كلها هي مقشرات طبيعيه، او بالشوفان مع الليمون مقشرات طبيعيه، بس نغمس الليمونه بكربونات الصوديوم نقشر المكان فيه، هيك احنا قشرنا المكان فصار مهيئ انه يستخدم اي خلطه يكون في لها فائده. اللي ما عم بيفهموه او بالاحرى اللي ما عم بيتوضح لعند البنات او المشاهدين انه هن بيستخدموا الخلطه على جلد ميت مثلا، فما بتجي نتيجه، ما في نتيجه، بتاثر، ما بتاثر، فنحن لازم اي خلطه بدنا نستخدمها يكون مقشرينها، يعني كل تقشير المفروض اذا كان مكان فيه مشكله يتقشر كل 3 ايام مره. اذا المكان ما فيه مشكله بس للوقايه بالاسبوع مره يتقشر الجسم بشكل كامل. فنحن التقشير هذا ايام زمان كان حمام اهالينا مع الكيس الحمام مع المي السخنه، مع هي هو مقشر كان طبيعي بدون ما يستخدمون المواد الطبيعيه هي الملح والسكر والقصص هاي. بس حاليا نحن ما عدنا نعتني مثل الاول، او احيانا بيكون عادي يعني انه حتى مي وانتهى يعني، فنحن لازم نستخدم مقشرات. بتقولي كتر خير الدنيا، انا بدخل مجرد ما اخد دش ولا حاجه الولاد كلهم مترصصين على الباب، ويا ماما اطلعي يا ماما احنا عايزينك يا ماما، فيا كتر خير الدنيا ان انا 3-4 دقايق بخطفهم كده يعني. فعشان هيك دائما انه نحن لازم نسوي مقشرات، حتى لو كانت وقائيه بالاسبوع مره نقشر المكان اللي فيه صار فيه تصبغات، وبعدين نحاول نستخدم اي خلطه من خلطات التفتيح اللي حكينا عليها. واقي الشمس جدا مهم، جدا جدا مهم، وكمان مثل ما حكيت هلا هن 4 نقاط لازم كل حدا يعرفهم، اول شيء الواقي الشمس وحماية البشرة من الشمس وتعرض للشمس، مضادات الأكسدة وشربها بشكل يومي كتير مهم، تنشيف او تقشيره، وبعدين استخدامات لاي خلطه ثانيه بتكون لتفتيح البشره. طيب خلينا نقول ان معانا اسئله كتير جدا، لكن حضرتك جاوبتي في لايف على تقريبا معظم الاسئله، لكن خلينا ممكن نتناول جزء من التعليقات للناس اللي ما شافتش اجابات حضرتك. ساره علاء بتقول السلام عليكم، كنت عامله شعري ببروتين واتدمر بمعنى الكلمه، بيقع بطريقه رهيبه
وجاف جدا، مش عارفه اعمل ايه، يا ريت تقولي لي استخدم شامبو ايه او كريمات ايه تطريه شويه وتمنع التساقط، مع العلم ان انا شعري في الاصل ناعم الحمد لله مش خشن. هلا بالنسبة للبروتين انه تساقط الشعر، البروتين استخدامات البروتين هي ما بتسوي تساقط الشعر، البروتين هو بيكسر الشعر، اما تساقط الشعر من فروة الراس معناته انه في شيء مشكلة معينة، فانت مثل ما حكينا هلا النصائح والوقاية كلها بامكانها تستخدمها. ما في مشكلة اذا كان مع البروتين، يعني بفكروا الصبايا اذا مجرد ما سووا بروتين للشعر انتهت. لا خلطات لا وصفات لا شيء للشعر، لا عادي الشعر محتاج فرد بقى وبقى حلو وبيلمع فخلاص مش عايزه حاجه تاني. فنحن اذا كان في عندنا تساقط للشعر فبامكانك تستخدمي اي شيء من اللي حكينا قبل شوي عادي مع البروتين، ما حيأثر ابدا على البروتين. طيب ام ريم ممدوح بتقول السلام عليكم، عندي بناتي الكبيره شعرها طويل وتقيل ان شاء الله، ولكن بيكش بعد ما بسرحه وبيتعبني وانا بصرح له انه بيكون متشابك بعض الشيء وبيكون هايش، اما بينشف يا ريت تنصحوني اجدد حيويته ونوعه زيت كويس. بنتي عمرها 10 سنوات بيكون نفسها تفرده وراها، لكن الغالب ان انا بلمه بحكم الهيشانه، بستخدم زيت زيتون بكر واحيانا بديل زيت، يا ريت تنصحوني باشياء اخلي شعرها ناعم وعلى الاقل ما يهش ولو طريقه طبيعيه للفرد. تستخدم الموز الناضج مع الافوكادو الناضج مع الزبادي مع زيت، تحط معلقه من كل وحده وتخلطها وتستخدمها. ما فيش بديل للافوكادو لانه غالي بامكانها، اذا كان الافوكادو غير موجود كثمار تستخدم له الزيت لنسبه فرده كثير عاليه وبروتينها طبيعي. ما موجود فيك تستخدم الوصفه كلها مع الموز بتكثير الموز، الموز كمان بيعمل موز وزيت زيتون، موز وزبادي وزيت زيتون وبيض. وبيض قد ايه يعني بيضه كامله والزبادي يكون حسب طول شعر البنت، يعني ملعقتين اذا كان الشعر وسط عادي اكثر من ملعقتين، مهم انه يمرر تحسب حساب الخلطه تتمرر على كل الشعر. وطبعا الموز هيبقى ناعم مفروم، يعني مفروم كله مخلوط بالخلاط يعني او محضره الطعام بحيث يكون كريمي. اذا حسيتي انه في ريحه للبيض او شيء حطي من البلسم الشعر او الموجود معك بلسم الشعر حطي معلقتين معاهم خلطيون حتى يكون في تعديل للريحه. طب هي كانت بتسال على زيت للبنوته اللي عندها 10 سنين، حضرتك قلتي ما حدش ينام بالزيوت والزيوت ما تستخدمش على فروه الراس تستخدم على الشعره نفسها، تنصحيها بزيت ايه؟ يعني اذا بدها زيت لتنعيم الشعر فيها تستخدم زيت اللوز او زيت الارقان، بس على الشعر وليس على فروه الراس. طيب ممتاز. طيب خلينا نشوف كمان سؤال مين؟ مش عارفه الاسم مين، لكن بتقول السلام عليكم ازيكم جميعا، لو سمحت دكتوره سندس انا جبت السبع زيوت اللي قلتي عليهم، هم زيت جوز الهند والزيتون والجوجوبا وجرجير وخروع وتوم ولوز، جبت لوز مر مش حلو كده، الوصفه مظبوطه ولا زيت اللوز الحلو افضل؟ هلا زيت اللوز الحلو هو اختصاص الشعر، فيعني لو انك انت بس الوصفه يعني مجموعه الزيوت كلها جايبتها صح وامورها تمام، تخلطهم بس كلياتهم نسب متساويه وتستخدمون لانه كثير كويسات كلها. عواطف نور الهدى بتقول السلام عليكم حبيبات قلبي وحشتوني جدا، وانت وحشتينا عودة الحميد، بتقول ربنا يحفظكم باسم الحفيظ، اللهم امين، فضلك دكتوره سندس ازاي اقي بشرتي من الجفاف خصوصا جهه الجفون، ويا ريت تقترحي علينا الوصفه تاخدي في الحسبان حساسيه البشره من بعض المواد مثلا ماء الورد والحامض لا يلائمني. هلا بمجرد ما حتدخل على البشره وعلى العنايه طيب. بالبشره طيب. حنعطي وصفات وخليها تتابعنا. طيب مجرد. هنكمل التعليقات لكن خلينا نكمل وصفاتنا، احنا كده قلنا تصبغات البشره اسبابها ايه وايه الحاجات اللي نقي نفسنا من التصبغات كروتين يومي. ايه بقى العلاج او ايه الوصفات اللي ممكن استخدمها واعملها بحيث بقى ارجع بشرتي للونها الاصلي؟ بعد ما نقشر البشره طبعا، بعد ما يكون عندنا تقشير كامل للبشره نستخدم زيوت التفتيح. في عندك اذا بدنا نيجي على موضوع زيوت التفتيح، في عندك زيوت التفتيح مثل اللوز الحلو او البر يستخدم للتفتيح، الحلو للشعر والمر للبشره. عندك مثلا زيت الارقان للتفتيح، عندك زيت الورد بيفتح البشره وريحته حلوه، وريحته حلوه، زيت النعناع بيفتح البشره، عندك زيت القرنفل بيفتح البشره، كل هاي الزيوت بتفتح البشره وبتعطي تفتيح للبشره وبنفس الوقت ريحه طيبه. عندك اذا كنت حابه انك تفتح البشره بطريقه اخرى يعني غير الزيوت، في ناس ممكن تقول لك انا هستخدم الزيوت مثلا على بشره جسمي لكن بشره وشي حساسه وممكن تعمل حبوب
او هي دهنية اصلا فمش هقدر استخدم زيوت. عندك اذا كانت بدك تفتحي بشرتك بالاماكن الثانية فيك بامكانك تستخدمي الليمون مع اقراص الاسبرين. اقراص الاسبرين مع الليمون اذا كان في عندك تصبغات عالية كتير بيخفف لك اياها وبيعمل لك بشرتك بتكون خصوصا الاماكن اللي بتكون فيها يعني نوع من الكتم او قلة تغطية يعني. فعندك النشا كمان كتير بفتح البشرة. عندك شوفان كمان عندك الزبادي. بتقولي كده من غير ما تقولي استخدمها ازاي. عندك يعني مثلا هيجيب الليمون مع الاسبرين هيطحن كم اسبرينة في كم ليمونة يستخدمها كم مرة في اليوم يعني على حسب الكمية اللي انت موجودة معك. يعني حطيتي حتى لو حبة اسبرين واحدة طحنتيها مظبوط يعني كثرة المواد الطبيعية وقلتها مع بعضها هي تماسك. اهم شيء عندنا نحن نقطة التماسك انه يتماسكوا مشان يمسكوا على الجلد. فيعني حتى لو كترتي الليمون او قللتي الهي نحن نقطة التماسك هي اهم شيء. اما كترته وقلتها ما في يعني ضرر ابدا. مش ما في ضرر يعني هلا لو حطيتي زبادي على بشرتك انت طالعة تحت الشمس وعندك تصبغات رجعتي على البيت مسكتي زبادي ما عندك ليمون عادي حطي الزبادي. في ليمون حطي لك نقطتين ليمون اخلطيهم مع الزبادي وحطيه على وشك هذا بيكون بلسم للبشره من اشعه الشمس اللي احترقت. كرر الموضوع مره اثنين ثلاثه بتحسي بشرتك صارت اهدى من لما بيكون بدون اي استخدامات وشمس دائما على بشرتك. رقبتك دائما حاولي تكون في لها تقشير معين ويكون الخلطات نفسها دائما تتمدمد للرقبه واستخدم للرقبه ايضا. حول الفم اذا كان في عندك من النوع اللي سماره واضح جدا ومباين قشري قشري حتى لو بدك تضطر تقشري يوميا المهم المنطقه انه اللي صاير فيها ودائما دهنيه حاولي تدهنيها بمفتحات مثل الزيوت العاديه لانه هاي الاماكن اذا قشرتيها حتتنشف فنحن لازم يكون ترطيب عالي معها علشان ما ناثر على المنطقه هاي نقول والله كنا في مشكله صرنا مشكلتين جفاف وسمار. طيب فهي كلياتها بتكون وقايه وبضل المي اهم نقطه بكل القصص هاي كلها شرب المي بكمياتنا المعتاده يعني لازم نخلي الجسم دائما متوازن واصل لفوق حد التوازن بشرب المي والسوائل الداخليه. طيب في ناس بتقول لك الرقبه بتبقى من قدام ساعات متوافقه مع لون الوش لكن من ورا احنا بنقول عليه القفا بيبقى مثلا مسمر سنتين او في خطوط كده غريبه وسمره شويه بتبقى مضايقه الست وعايزه تظبط شكلها برضه تستخدم نفس الوصفات اللي هي عم بتحس فيه انه سمار زياده او انه غير الجهة الثانية. التقشير بداية وبعدين الترطيب بالوصفات اللي قلتي عليها. طيب الجفاف خاصة ان احنا في فصل الشتاء والشتاء الشديد نشرب السوائل قبل ما نستخدم اي ترطيبات خارجية ولازم نحن قبل النوم يكون عندنا ترطيب خاص بالبشرة اللي بتكون حساسية ناشفة او جافة. عندك فيتامين اي لو جابته للبشره الجافه جدا تفتح كبسوله الفيتامين اي وتستخدمه على المكان الناشف والجاف حيكون يعني النتيجه مباشره يعني حتلاقي انه ترطيب كثير كويس رغم انه فيتامين اي مريحه طيبه كثير يعني حتى بامكانها يعني تخلط الفيتامين اي مع مثلا زيت اللوز تستخدمه بيكون كثير ترطيب حلو كثير كويس. كريماتنا العاديه انا حكيت دائما ادعموها بفيتامين اي او ادعموها بزيوت حتى الشامبو والبلسم لازم نفتح فيه كبسولات فيتامين اي علشان ندعم دائما انه يكون سلامه الجلد الخارجي. فيتامين اي هو المسؤول عنه فدائما نحن يكون عندنا سلامه للخرج الجلد الخارجي عشان ما يعطينا اي مظهر غير لائق. وطبعا لو في مشاكل داخليه يتم علاجها يعني التحليلات زي ما حضرتك قلتي هتبين مثلا التصبغات دي سببها ايه في مشكله معينه او حاجه ولما بيتم علاجها مع الحاجات الخارجيه دي الدنيا ان شاء الله تظبط. المشكله الاشهر واعتقد بقى ان انت هتأيديني في الموضوع الهالات السوداء. يا دكتوره تقريبا بيجي لنا كل مره لازم يجي لنا انا عندي هالات سوداء ومش بتروح اعمل ايه؟ انا عندي هالات سوداء استخدمت وصفات كتير ومش عارفه ايه السبب وبرده مش بتروح. فمشكله الهالات السوداء اسبابها ايه وازاي نقدر نعالجها؟ هلا الهالات السوداء اول شيء لازم يكون كل حدا يعرف انه منطقه حول العين هي منطقه خاليه تماما من الدهون والغدد. فدائما اي سلوك بنستخدمه او بيصير معنا او بنعمله او اي شيء فورا بنعكس على المنطقه هاي. الخدود في عندك حمايه لها مثلا انه في دهون في غدد. الاماكن الثانيه الرقبه والعيون هي اكثر الاماكن اللي جلد ومباشره ما في اي شيء يحميها. فنحن لازم ناخذ بالحسبان انه نحن قللنا من النوم من ساعات النوم بين على عيوننا سهرنا زياده
تعبنا زيادة، قعدنا في وسط مدخنين أو أنه يكون في دخان أو يكون فيه يعني ما في أكسجين وفيه نسبة ثانية أكسيد الكربون بشكل كبير بين على عيوننا، خففنا من الأكل أو صار عندنا تخفيف يعني قلة الحديد أو نقص حديد أو بين على العيون، حاولنا أنه نحن مثلا أنه ننام بطريقة يعني مو يعني علينا مساحيق التجميل وقصص هاي كلها مغصة حيبين على حول عيوننا، كل هاي القصص حتبين على عيوننا واي خلل داخلي اول نقطه حيبين على عيوننا. المشكله حتى هلا الاسئله اللي عم تجيني انه حتى الاطفال عم يتصابوا بهالات السوداء، فنحن كلياتنا لما بيوصل لعنا هاي حتبقى وراثيه، فنحن بنحط النقطه الاولى انه يكون وراثيه، هاي النقطه الوراثيه بتكون خارج عن الاراده، يعني انه هي حتى لو انه سلوكياتك ما كانت فيها شيء غلط انه هي عباره عن جينات وراثيه تنتقل انه يكون في هالات سوداء يعني. فعشان هيك نحن دائما بنقول انه دائما اوقي نفسك علشان ما توصلي، لانه اي شيء بتصابي فيه صعب جدا تتخلصي منه بسهوله، بس اما اصابتك فيه بسهوله بسرعه جدا كده على طول تلاقي نفسك جات لك مشكله. واغلب الاسئله اللي هلا بتيجي انه هالات السوداء، الهالات السوداء الشمس كمان الى دور كثير كبير انه تكون الى يعني سيطر على المكان هذا، اكثر مكان بتضربه الشمس هو هذا المكان وما في له حماية أبدا، لا دهون تحميه ولا غدد تحميه. فنحن دائما يكون عنا مثل ما حكينا أنه وقايتنا لهي الأماكن أنه ننام الساعات المطلوبة علينا، نحاول أنه دائما يكون عنا يعني وقت الليل ليل ووقت النهار نهار. يعني على فكرة إحنا ليش عم نصاب هلأ بعدة أماكن مشاكل ما كانت موجودة سابقا، لأنه سابقا كنا ملتزمين بساعات النوم أنه الليل لليل للنوم والنهار للمعيشة. في ناس دلوقتي بقوا معروف عنهم ان هم يقولك اصل ده كائن ليلي او اصل دي كائنه ليليه، يعني بينشطوا وبيعيشوا حياتهم بالليل وبيقضوا النهار كله في النوم. فسبحان الله يعني اعجازات القران انه حتى في النوم انه في شيء بخفف على العيون وعلى الهالات، انه يخفف الهالات السوداء. اما انت بتكوني عم تسهري الليل كله بتعرفي الهالات، حتى لو نمتي 8 ساعات بس باليوم بس بطريقه عكسيه كمان لها تاثير على الموضوع هذا كلياته. دائما انه الاماكن الهالات السوداء مثل ما انا حكيت اول شيء لانه هي عبارة عن جلد قريب من الأوعية الدموية، فالدم بسيء يعني مباشرة على الجلد فهو اللي بيعكس لنا اللون. فنحن لما بيكون الدم عنا خالي من الأكسجين أو ما فيه نسبة أكسجين كبيرة، فنحن هون بيكون الدم لونه أسود، ببلش سواد الدم وبيبلش الدم يتقلب قبل ما يصير لونه أسود تماما، حيبلش على لون بني وبعدين حيبلش على لون، مجرد ما وصل للسواد وبلش السواد يزرق عرفي انه نسبة الأكسجين كتير قليلة، انعكس على الأماكن هاي وبلشت الهالات تبين. فورا نحن لازم نصفي دمنا. عندك فيتامين سي لو شربنا كبسولة واحدة أو فوارة أو برتقالة أو عصير كتير بيعطي أكسجين للدم. نحن دائما نركز نحن نركز دائما على فيتامين سي، حسينا الهالات السوداء كتير كبيرة عنا أو تقلت لونه وصار غامق جدا، نشرب دائما فيتامين سي، نركز على فيتامين سي زيادة عن اللزوم، لأنه فيتامين سي هو اللي بيسرب لنا الأكسجين للدم، بيخلي الدم يصير فيه نسبة أكسجين ويخفف من نسبة ثاني أكسيد الكربون. فبمجرد ما تعلت نسبة الأكسجين حتخفف نسبة الهالات السوداء. ونحاول دائما كمان نشرب المي وناكل الأكلات اللي هي مضادات الأكسدة اللي أنا حكيت عنها. شربك كمان لكاسين أو 3 كاسات باليوم للشاي الأخضر كتير كويس إنه يخفف من مضاد الأكسدة. والشاي الأخضر كمان بيسرب لك أكسجين للدم. فأنت اعرفي إنه لما أنا بوصف تجيني واحدة بتقلي عندي هالات، أنا فورا بوصف مشروبات داخلية، ما بوصف بس خلطات خارجية. طيب ده للناس اللي مشكلة الهالات السوداء أصلا ممكن تكون مشكلة مستجدة على البشرة بسبب مثلا روتين معين بيستخدموه أو بيعملوه وهو مش مظبوط. الناس بقى اللي عندها الهالات السوداء دي واخدها بالوراثة، هتقول لك بستخدم كل الوصفات بس لا يمكن أبدا هي لا في بالي وزي ما يكون خلاص بقت لصيقة بيا، أتصرف إزاي معاها؟ هي يعني للأسف الشديد حنقلها تعايشي. للأسف أنه اللي بتكون بشكل وراثي هو شيء اسمه جينات خارجة عن لا خلطات طبيعية ولا شيء، إلا إذا أنت كنت بدها تستخدم عمليات الليزر أو عمليات الحقن، هاي النقطة بتكون خارجة عن إرادتنا. يعني نحن خلص أنه تعايشي مع الموضوع وخففيه، حبي نفسك زي ما حبي أنت نفسك. استخدمي لك نوع من الخافيات للعيوب اللي بتخفي المشكلة أو بتخفف من حدة المشكلة. ودائما هي لا تترك نفسها، مو تقول أنه أنا عندي مشكلة وراثية خلاص
انام امتى ما كان، مش انام ما عملت بقى خلاص هي في مشكلة. خففية لا تخليها تتقال، تكوني انت والوراثة عليها. يعني خففية وتعايشي معها وما تحتوتري نفسك علشانها، لانه هي مشكلة. شوفي امك جدتك موجود عندهم الهالات، اعرفي انه انت موجودة او حتى الاب. فخففية ابدا، ولا تحاولي انك انت يعني تدخلي بصراع معاها وخلص تصير نفسيتك بعدين تتدمر بسببها. حتأثر على شعرك، حتأثر على وشك، حتأثر على كل حاجات تانية هتبوظ. المشكلة هتبقى كذا مشكلة. طيب ادينا بعض الوصفات للهالات السود عشان ننتقل بقى للعناية بالبشرة. بالنسبة للهالات السوداء نحن دائما بنحكي كمان انه دائما اللي بيحب انه يتخلص من الهالات السوداء يشرب مي كتير وينام ساعات النوم كويس. دائما غرف النوم او البطانيات او المخدات او القصص هاي كلها تتهوى مظبوط، لانه دائما دائما قلة الاكسجين الموجود في الغرفة وبالاماكن هاي كلياتها بتضغط على البشرة، بتطلع بتختنق، بتطلع على العيون، لانه اكثر مكان رقيق هو العيون. بصير بس هالات، بصير هالات وانتفاخ للعيون. فنحن دائما نحاول انه يكون عندنا نسبة الاكسجين جدا عالية. مثل ما حكيت، اذا كنت حاسة انه انت ما عم تاخذي الاكسجين المضبوط وانه عم يبلش عندك اثر، ركزي على فيتامين سي ولا تتركي ابدا. ضلك اشربي فيتامينات سي او انك كلي البرتقال والحمضيات والفراولة وهي القصص الموجودة بين ايديك، بتخفف لك من نسبة من المشاكل كتير في البشرة. كمادات، لا تنسي الكمادات. الكمادات رغم انه هي تأثيرها بسيط وبس حلو وبيعطي مفعول كتير كويس للمستقبل، يعني انه انت الكمادات لا تستهيني فيها. يعني بتمسخروا على موضوع الخيارة ولا كمادات، لا الكمادات كتير رائعة، وخصوصا كمادات مي الورد. والمي الورد كتير كويس لما يوضع بالثلاجة، يكون كمادات باردة، يعني تستخدميه فورا على قطنة او على حتى قطعة قماش على الاماكن، بيكون كتير بهدي وبيعطي بنفس الوقت تنفيس للمكان كلياته. طيب اخيرا دكتوره، قبل ما ننهي فقرتنا عايزين من حضرتك روتين كده يومي للعنايه بالبشره. البشره اذا كانت عم تطلع فيها بثور بسيطه ولا عم تطلع فيها بعض الحبوب البسيطه، وكانت يعني هي مو فتره، يعني هي تقلبات البشره، فمو فتره تغير الهرمونات اللي بتصير عند كل انثى او انه هي فتره الدوره او الشهريه الموجوده عندها. هاي الحبوب اللي بتطلع هي عم تعطيكي نذير او عم تعطيكي مؤشر انه انا بدي عنايه اكثر، انه شوفي ترى انت عم بيصير اهمال او عم بيصير شيء. حتى البشره بتقول انا هناك، يعني انا هنا محدش عايزك اعطيني غذاء، اعطيني مي، اعطيني قصص. انت دائما اي بثور بتطلع بالبشره، اول نقطه انا بنصح اي وحده بتطلع عندها بثور انه لا تقربي على الحبه تلعبي فيها. بدك تلعبي وحابه انك تشيل الالتهاب، افتحي تومه وحطيه عليها، يوم واحد ما بتضل الحبه، بصير عندك بس مجرد حمار، حيخف ثاني يوم مباشره. حاولي دائما اذا كانت بشره وجهك انه فيها حبوب كثير كثير، ويكون عندك غسولك، ويا ريت انه اللي بيكون عندها حبوب كثير ولا حب شباب الغسول تبعه يكون خاص بحب الشباب او يكون نسبه الكبريت فيه عاليه علشان تخفف لك من البثور. وكل بشره بشكل عام سواء فيها بثور او مو بثور محتاجه للعنايه ومحتاجه للتقشير. لا تقولي لي بشره ما انا مقشره بس عم تتغسلي الصبح والمساء وانتهى الموضوع انه انا باحسن حال. البشره محتاجه لجلسات تنظيف شهريه دائما، تنغسل غسل يعني تطلع كل شيء، كل شيء الموجود فيها والمشاكل الموجوده فيها، حتى لو بطريقه بدائيه بالبيت بالمنزل في المطبخ وانت قاعده عم تشتغلي، كل خطوات بتصير بسرعه وما بدها اي جهد. وكل اسبوع بدها كمان تقشير البشره اذا كانت خاليه من الحبوب. اذا كانت فيها حبوب وبثور تقشر مرتين في الاسبوع علشان الحبوب البثور فيها بكتيريا، عشان ما تنتقل البكتيريا من مكان لمكان، بس بيكون بالراحه لما بتتقشر البشره المحببه. طيب ده بشكل عام. بشكل عام اخيرا اخر شيء انه كمان انه البشره انه محتاجه انك ترطبيها قبل النوم وتعطيها غذاء قبل النوم، انه يعني ان انت قبل ما تنامي تكون في مرطب بين ايديك، ويا يا حبذا لو كان المرطب شيء طبيعي يا اما زيوت او فيتامين اي بيكون كثير كويس، جل الصبار. او جل الصبار، جل الصبار جدا كويس لانه مرمم لاي شيء خلل بالبشره، وبيكون انت هيك ان شاء الله فل ان شاء الله. بشكرك جدا في النهايه.